بنحكي بهذا الموضوع. خلينا نرحب عبر الهاتف معنا بدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام. مساء الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. مساء الفل حبيبتي آيات، يسعد مساكي ومساء السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي. يعني بدي أبدأ في، يعني قبل ما نحكي عن المسكنات، متى نستدعي أنه ناخذ مسكنات؟ الألم تحديدا متى يكون محتمل وغير محتمل أنه إحنا نضطر أنه ناخذ مسكن؟ بالضبط، هلا سؤالك كتير مهم آيات. هلا يعني خاصة إنه عم بيصير في عنا تجاوز كتير كبير في موضوع المسكنات، فبدنا نعرف الألم إنه هو عبارة عن ظاهرة حسية أو عاطفية غير محببة بتحصل عند الشخص، وهي على فكرة يعني وسيلة تنبيهية للجسم. يعني لما بيصير عنا الألم هذا تنبيه للجسم إنه في إشي عنده صار مش طبيعي. يعني مثلا خلينا نحكي آيات، هلا يعني الشخص اذا مثلا فتح حنفيه المي وحال كانت المي سخنه وهو مش منتبه حط ايده، مباشره شو بيعمل؟ بسحب ايده، لانه لو ما يعني لولا موضوع الالم كانت صارت مشكله كبيره بهذا الموضوع. برضه كمان الشخص لما بيوقع على رجله بتلاقيه ما بيقدر يوقف، هذا بيحمل انسجه المحيطه للرجل. هذا الموضوع كثير مهم. هلا كمان عندنا نقطه كثير مهمه اللي حضرتك سالتي فيها، انه متى بيكون محتمل او لا. هلا هذا الالم على فكره هو عباره عن تجربه ذاتيه من الشخص نفسه، هو قادر على وصفها لانه هو يعني اللي حس فيها وهو اللي بيقدر يقيم شو هو الالم اللي عنده. لاحظي انه لما بيروح عند الطبيب، الطبيب بيعتمد في تشخيصه على سؤال المريض وين الالم وايش يعني كميه الالم اللي بحس فيها، وبناء عليه بيقرر عنده شو المشكله الصحيه الموجوده عند الشخص. فأدرى الشخص فيها لأنه هو الشخص نفسه، لأنه هي تجربة ذاتية. هلا يعني مهم جدا بالسؤال اللي سألتي حضرتك، إنه لما بيكون الألم يعني محتمل وما في داعي لاستخدام المسكن، ما في داعي إنه على الرايحة والجاية الواحد يأخذ المسكن وكأنه هو عبارة عن ملبس أو نوع من الحلويات مثل ما عماله بيصير للأسف الشديد. هناك إفراط غير طبيعي للمسكنات. في حال إنه الشخص قادر إنه يحتمل الألم والألم بسيط ما في داعي لهذا الموضوع، ولكن إذا كان عنده ألم يعني غير محتمل وعنده مشكلة بتستدعي إنه استخدام مسكن الألم، هون يعني بيقدر يعني يستشير الصيدلاني والطبيب لحتى ياخذ المسكن المناسب لحالته. لأنه بتعرفي آيات الألم أنواع، في عنا يعني الألم اللي هو معنوي أو عاطفي، وفي عنا الألم اللي هو عضوي، وكمان بنقسم كمان إلى قسمين. في عنا ألم حاد اللي هو بيحصل بشكل مفاجئ ولفترة بسيطة، زي عنا مثلا الكسور الحروق اللي هي بتنتهي بزوال المشكلة، وفي عنا ألم مزمن يعني بيستمر مع الشخص، زي عندنا مثلا آلام الله يشفيهم ويعافيهم، آلام مرضى السرطان مثلا. نعم. أو يعني هاي بيستمر عندهم فترة. فمهم جدا ننوه إلى أنه أهمية أنه استشارة الصيدلاني والطبيب حتى نعرف المسكن المناسب لنا، ولحتى ما نتجاوز الجرعة المسموحة لنا كمان. هاي النقطة كتير مهمة. كثير مهم. طيب هلا المسكنات، يعني هلا مثلا في اشخاص، انا بحكي دائما انه طبيعه الناس بتختلف، في ناس تحسي في عندها جلد انها تتحمل الالم، في ناس من اول ما بتشعر بالم بسيط دغري بتلجا للمسكنات. خلينا نحكي عن المسكن الان. لما اي حدا بده مثلا يستخدم مسكن في البيت للالم، في مسكنات بتكون قويه جدا، ويعني حتى يعني الطبيب ما بينصح اكثر من حبتين منها في اليوم او ثلاث اقصى حد، وبعد الاكل لازم يكون في لها مراعاه جدا قويه. بس في ناس هذه المسكنات بتكون موجودة مثلا على سبيل السيدات أو الرجال، موجودة في محفظتهم بجزدانهم، بأي لحظة بيحسوا بأي ألم بياخدوها، مع أنه هي أصلا يعني كتير عيارها كبير. فإيش هي الآلية لاختيار المسكن حسب العمر، حسب المرض أو نوع الألم؟ إيش هي المعايير اللي لازم يحطها أي شخص مريض في باله؟ نعم، هذا السؤال كتير مهم. هلا المعايير طبعا كتيرة، يعني طبعا بيعتمد على حالة صحية للشخص. يعني هلا مثلا شخص عنده أمراض بالكلى أو بالكبد، الحامل، المرضع، هذا كمان بيتحكم في الموضوع. برضو كمان إذا كان الشخص عنده أدوية معينة إذا ممكن يصير فيها تعارض، هذا كلياته بيتحكم في موضوع اختيار المسكن الألم.
طبعا هون احنا بنشدد على أهمية آيات، دائما بحكي معك في كل موضوع بنحكي فيه بالبرنامج عن أهمية استشارة الصيدلاني والطبيب وعدم العشوائية في أخذ الأدوية والمسكنات على فكرة من الأدوية. فكثير من الأشخاص زي ما حضرتك تفضلتي تماما، يعني بتكون الست بجزدانها أو بشنتتها أو مثلا بدرج بالشغل، بتلاقي أي واحد صار معه صداع ولا أي ولا رشح ولا أي شيء، على طول بتناول المسكن لحاله، هو بيشخص وهو بيعطي الشخص وبيعطيه كمان يعني بيحدد له كمان الجرعة، وهذا الشيء على فكرة كتير كتير خاطئ. نعم. لأنه اللي بيناسب جسم معين ما بيناسب الشخص الآخر، يعني ممكن أنت مثلا للشخص اللي وصف للشخص الثاني ما عنده أمراض معينة الشخص الثاني عنده، يعني عندك مثلا مسكنات للألم ما بتنفع للي عندهم ضغط مثلا أو الحوامل، يعني مثلا عندك الباراسيتامول اللي بيجي معه تركيبة ثانية اللي هي الكافيين، هاي ما بنعطيها إحنا لمرضى الضغط ولا بنعطيها للحوامل، الحوامل بنعطيهم تركيبة يعني، والحوامل طبعا مهم نحكي إنه المسكن الآمن بالنسبة لهم اللي هو الباراسيتامول من غير أي إضافة ثانية، هاي نقطة مهمة. الجرعة كمان لازم تكون يعني عن طريق الصيدلاني والطبيب وما نتجاوز الجرعة، وهاي النقطة اللي مهم يعني نناقش فيها. للأسف بتلاقي كثير من الأشخاص باخذوا مسكن الألم من كتر ما بيستخدموا آيات ببطل عندهم تجاوب، خلص بيصيروا يزيدوا يعني يضطروا إنهم يزودوا بالجرعة. نعم. هذا الشيء على فكرة خاطئ جدا، طالما إنه الصيدلاني شرح لك على المسكن إنه مثلا المفروض إنه يتاخذ حبة مرتين وإنت اضطريت ولفترة معينة وإنت اضطريت إنك تتجاوز هاي الفترة، هذا يدل على إنه في عندك مشكلة. ليش قلنا إحنا إنه الألم يعني هو عبارة عن تنبيه إنه في مشكلة؟ معناته عنده للشخص مشكلة بحاجة إنه يراجع الطبيب لحتى الطبيب يقوم بمعاينته وتشخيصه ومعرفة إيش هي المشكلة الصحية وعلاجها، لأنه مهما أخذ من مسكنات للألم في حال عنده هو مشكلة صحية وما عالجها ما رح يستفيد. يعني مثلا نفرض واحد عنده مشكله بالاسنان، التهاب باللثه او وات ايفر، يعني عنده مشكله بموضوع الاسنان وهو او التهاب بالعصب وهو ما عالجها، قد ما اخذ من المسكنات ما راح يستفيد لانه المشكله الاساسيه ما انحلت. نعم. مش الصح انه الواحد يضل يعني يكرر بالمسكنات ويضل يعني يزيد بالجرعه ويستخدمها لفترات طويله، هذا الشيء له اثر كثير خطير ويعني واثار جانبيه لا تحمد عقباها، هاي النقطه كمان مهمة. برضو كمان ما بيصير انه احنا يعني ننصح بعضنا في موضوع المسكنات، يعني كل واحد بيشوف الواحد يعني قدامه يعني بفكر انه حالته بتشبه حالته او عنده صداع او ايش ما عنده، نقول له ناخذ هذا المسكن، لانه زي ما قلت لك ممكن يكون عند الشخص ادوية معينة تتعارض مع هذا المسكن، ممكن ما تكون مناسبة له، ممكن عنده مثلا وضع صحي ما بيسمح بانه ياخذ هذا النوع من المسكن، فالصيدلاني والطبيب هنا ادرى في شو النوع المسكن المناسب للمريض، هاي نقطة مهمة كمان. يعني لازم الشخص لما بده يفوت على الصيدلية وياخذ مسكن الألم أو بده يروح على الدكتور لحتى يعني يكتب له المسكن، مهم جدا إنه المريض يحكي عن كافة الأدوية اللي هو بياخذها، لأنه بتعرفي آيات أحيانا بيكون في أدوية للرشح تيجي يعني عبارة يعني فيها مسكن مع الدواء مع في قلب الدواء، يعني عبارة عن تركيبة هو، فبيروح المريض مو عارف هذا الحكي، فبيروح يعني بياخذ من الصيدلية نفس هذا المسكن أو مثلا بنكتب له بوصفة هذا المسكن، فبيصير في عنده يعني مضاعفة للجرعة، وهذا بيؤدي إلى الآثار جانبية مش يعني خطرة بالنسبة له. لذلك مهم إنه المريض يصرح عن الأدوية اللي هو بياخدها عند الصيدلاني وعند الطبيب. نعم. طيب يعني صراحة يعني معلومات جدا مهمة ولازم تكون بعين الاعتبار عند أي شخص بده يذهب للصيدلية لياخذ مسكن. أنا بدي توجه نصيحة لبعض الأشخاص اللي بيعتمدوا على أصدقائهم، يعني مثلا بتلاقي مثلا زميلة لوحدة من الزميلات تعبت مرضت في الدوام حاسة بمجموعة من الألم، تعطيها بتقول لها هي أنا معي مسكن خذي، وفي أنواع مسكنات جدا قوية، يعني إذا أكيد أنت بتعرفي أسمائها ومعروفة في الوسط الطبي بأنه هي أصلا ثقيلة
على المعده، فحتى من شروطه انك تكون ماكل قبل ما تاخذها عشان ممكن تضايق المعده، ممكن تعمل مضاعفات ثانيه. فبتلاقيهم انهم بيعتمدوا على ادويه يتناقلوها من بعض بعيدا عن الاستشارات الطبيه من صيدلاني او طبيب. انت شو بتقولي في هذه الملاحظه؟ طبعا انا بقول ضد هذا الموضوع تماما، وبنحذر من هذا الموضوع دائما، بنحذر منه. لانه خليني هيك اشرح لك على السريع انه في عندنا انواع للمسكنات. في عندنا الباراسيتامول، وهو يعتبر من اخف يعني امن هاي المسكنات. ولكن شوف، مش احنا بنحكي عنه امن هاي الادويه، لكن الاساءه في استخدامه والافراط في استخدامه بتعمل تلف وفشل في الكبد. لانه احنا الجرعه المسموحه لنا منه هو عباره عن 4 جرام، يعني هو بيجي 500 ملي جرام، بتاخذ حبتين 4 مرات. فيعني المسموح منه 4 جرام، مش اكثر من هيك في اليوم. كمان يعني عندك غير الباراسيتامول بيجي عندنا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي مضادات الالتهاب اللا ستيرويديه، اللي هي بتيجي مسكنه للالم ومضاده للالتهاب. طبعا هاي الادويه قويه، ويعني زي الايبو، خليني احكي لك تراكيب، زي الايبوبروفين، زي ديكلوفيناك صوديوم، زي نابروكسين صوديوم، وزي الاسبرين كمان. هلا هاي الادويه إلها سايد إفكت، ممكن تعمل يعني تلف بالكلى، وممكن حتى كمان ممكن تساوي جلطات قلبية، يعني وممكن كمان تساوي التقرحات في المعدة. هذا النقطة كتير مهمة ونزيف كمان. يعني الأشخاص اللي عندهم ربو المفروض إنهم يتجنبوا إنهم ياخدوها، هاي بالنسبة لهاي الأدوية. لذلك يعني مهم طبعا، مش كل واحد بنشوفه إحنا قدامنا نروح نعطيه وننصحه لحالنا، بلكي هذا الشخص مثلا عنده مشاكل في المعدة ومشاكل نسبيا، إذا بنعطيه هاي الأدوية بتسبب له مشكلة. فهذا الموضوع لازم يكون بإشراف صيدلاني وإشراف طبي. برضو آخر نوع من الأنواع اللي بدي أحكي لك عنها آيات، اللي هو الأوبيويد أنالجيزكس، أو اللي هي المسكنات الألم الأفيونية. وهذه الأدوية لا تؤخذ أبدا غير وصف الطبيب، يجب أن تكون بوصف الطبيب، لأنه هاي الأدوية خطيرة. يعني ما بيصير يعني طبعا تعطى يعني بعد العمليات الجراحية أو بالآلام الشديدة، تتم وصفها بوصفة طبية، ويعني بتكون كنترول مع الطبيب، وما بيصير انه المريض ياخذها من تلقاء نفسه ولا انه يوقفها من تلقاء نفسه، لانه يعني في لها اعراض التهابية، فممكن تسبب كمان الادمان والتعود على المسكن للالم. لذلك لازم تكون هاي الادوية بوصفة الطبيب. مهم كمان احكي ايات انه بموضوع الاسبرين يعني في خلط عند الناس، كونه انه هو يعني اسمه، في عنا البيبي اسبرين اللي هو بجرعات منخفضه يستخدم يعني مضاد للتجلط مميع للدم، وهو كمان مسكن للالم، فبيفكروا انه هو سيف للاطفال. فهون مهم انوه انه الاسبرين سمي بالبيبي اسبرين تنويها لانه الجرعه مخفضه منه، مش لانه يعني معناه انه سيف للاطفال، بالعكس يمنع اعطائه للاطفال ويحذر للأطفال اللي أقل من 16 سنة. لأنه نعم، يعني صراحة معلومة مهمة جدا دكتورة، لأنه كتير في ناس عندها خلط في هذا الموضوع. أنا بدي أشكرك على توضيح هذه النقطة صراحة. متلازمة ريش سيندروم، وهي متلازمة خطيرة بتصيب الكبد والدماغ وقد تؤدي إلى الوفاة، فمهم. لا قدر الله. نعم صحيح. أنا بدي أشكرك جدا دكتورة روان عبد السلام على هذا التوضيح، كتير مهم الموضوع اللي حكينا فيه، ما في أبدا مجال للتهاون فيه. شكرا لوجودك معنا وتحياتنا لك، كل الشكر دكتورة. أهلا أهلا حبيبتي، دائما بسعد بلقائك. أهلا وسهلا فيك، نورتينا.